حد يسمي الباب عشان بقى حاسس ان ما لموش اللي عمل ما لموش اللي اتاخدوا منه اللعب ده وعمرو ندى من صعب تسيب اكتر من هو فيها حسيت انا العيال العيال ده موضوع في الوقت صح عايز اتكلم عن ايه تاخدوا من النوبه بتوع العيال وعيدوا بقى طبعا انا خمس كتر ليه عمل ايه عملت حاجه لو كنت بعمل حاجه ولا استاذ ما عملتش حاجه انا تايه في الاعتماد اهو شو النقطه دي اللي انا واللي قتل واللي طلع واللي عمل وعملنا ايه انا مصر القديمه مع الجماعه اللي دخلوا ايوه ده اللي بتعمل الكوره تعالى خلينا الضباط كوره خلينا الضباط كوره مفيش كلام انا اهو والمصحف كلنا جايين مصر القديمه عرفنا باسم حضرتك الصبح استاذ صبحي راي حضرتك في الاحداث اللي حصلت تحت النبي عادي زي بيحصل في اي حاجه كانها خناقه عاديه يعني انت شايف انها كانها خناقه عاديه المفروض ما كانتش تتطور لكل ده لا لا مفيش اي حاجه طب انت شايف مسار القضيه ماشي لفين مسار القضيه الله اعلم توجهها ازاي الله اعلم لما احنا كمسيحيين وكاضباط وكمسلمين بنستمتع بوحده وطنيه متكامله كشعب امبابه كشعب امبابه بنستمتع بالمحبه دي على طول طب انا شايف كشعب امبابه ان انتوا جايين كلكم قاعدين هنا ومش قاعدين هناك يعني لا انا من رايي ان احنا ما بشرطش هو مجرد ان المكان ده زي دل يعني لا المكان ضله بس مش اكتر من كده طب انا عايزك توجه كلمه بانك جاي النهارده في المحاكمه بقى توجه كلمه بنسبه المشكله دي في الوحده الوطنيه على عموما لمصر يعني. احنا كلنا مسلمين ومسيحيين بنستمتع بمحبه طول عمرنا وما زالت مستمره وذات تستمر للابد مش تستمر للابد تستمر الى الابد يعني انت شايف اي مشكله تعتبر كانها خناقه عاديه لا المفروض ان هي ما تتطورش ده كله لا لا ولو ذلك ان احنا بنود بعضنا لغايه وقتنا هذا بنود بعضنا ود كامل تحكوا البسكويت اللي عندي مش عندك انت في بيتك لا مش عندي ايوه ما انا بكلمك بس بالحقيقه المحبه مستمره وذات تستمر وما زالت تستمر لغايه جدود الجدود سلام عليكم